بوستة مالك مالك حنيني مالك؟ غنموت جميعا غنموت جميعا. شوق عليك يا ولك غشي سالم غانم شوق عليا وانك تغادي ما عليا ما بيا جميعا. مهم شديت الساروت ودخيته في الباب وحليت الباب. ها؟ ومن اللي حليت الباب جريت الباب ورايا وسديت الباب ديال الدار بالساروت وجبت الساروت من الباب. هبط الدرجة الأولى. الدرجة الأولى؟ الدرجة الثانية. الثانية؟ والثالثة والرابعة والخامسة. السادسة تلوات لي رجليا. السادسة تلوات لك رجلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم أنا معناتها علام صبحتي. جي قلت ما كاين باس. كملت السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة. زدت بنيتي يا جميعا خرجت مع الباب الكبير. حليت الباب وسديت الباب ورايا. الله يلقى لي يا مولداك الله يلقى لي بهاد النار. قال لي طلق راسك دغيا البوليسي تابعني عداك طلق راسك دغيا طلع دغيا. وجيت نسد الباب وانا تقام لي على صبعي سديت على صبعي. اجا نقول لك جميع الموت شتا شتا بعيني يا جميع. هاي غنشوف دولي يا صبعا يا جميع غنموت. يا كيف والو بوشتا والو اش غنموت يا جميع. عشيت واش ديك الضربه ديك القرمه ديال الباب هي اللي بغات تقتلكو؟ اي واش نقولو حنا؟ ها واش نقولو حنا ملي نكونو حنا جالسين طيبو لكم ما تاكلو وديك الجنويه نهز نزلو بها على صبعنا قطع علينا الصوع؟ ها وكوكاك بد ما ياتنا ونكملو قطعوا البصله ونقيو لك مطيشه طيح لك مطيشه على الصبع ديك الشنشط فيك شنشط فيك يغفر لك الله دونو وهكاك ما نقولوش اح ونوضو نصبنو بيها ونجفو بيها ونغسلو بيها المعن هذيك الجرحه. جميعا سيري لي عافاك الله يرضى عليك سيري الفارماسيان جيبي لي البيطادين وجيبي لي الفاسمه سيري هزي الفلوس سيري سيري هزي الفلوس راه في البلاكار ودابا عاد ولا عندك الفلوس اه وشتي مني كتمرض تو عاد ولي عندك الفلوس بقاش تخمم الفلوس. تلقي راسك جميعا تلقي راسك غنموت جميعا ومني تكوني جايه طرقي طرقي الجزائر جيبي لي واحد جوج كيلو ديال الكبده جوج كيلو ديال الكبده وشي ربعه طيحانات ولا خمسه يكونوا باقيين جداد وجي شويهم ليا باش ناكلهم باش نرجع الدم اللي مشى مني. والحلا جوج كيلو ديال انت شحال كاع مشى منك ديال الدم ويلي والله يستر مرضكم زلمط. بوشتا صباح الخير كيف بقيتي شويه كيف بقى لك صبعك؟ كيف بقيت شويه جميعه حممتي صبعي مالكه الو مالكه كي دايره اخوتي لاباس بخير شكون توريا دايره شي اراده ولا ما نقدش اخوتي ولا ما نقدش نجي لا 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 راه بوشتا شوية عيان الله الله راسي الله ما نعشت لي كامل موتي حي حي ما نعشت لي كامل وودي يصفرو يا بنيتي جميلة شرا بنيتي عارفة بنيتي راه طيبت لكم الغدا شيرو هزوه كولو كولو لا ما تخليوش ليا لا ما تخليوش لينا ما قداش ناكل زعما بنيتي كولي تي وباك وعيطي على خوك تاهو عيطي عليه تاهو كولي يتغدى انا غادي نمشي نتكى واحد شوية الو وانت كيدير بخير هاني بخير الحمد لله واش كتعب واش كاينه بغيتي نديرو شي قهيوه بوستا نشولك شتك انا من الصباح شفتي وجهي ماشي تالي شتيني ما تغديت معاكم ما فطرت معاكم
شكا ما سولتي دي مالكي ومالك والو شو تبارك الله مزينات وراني مريض على مالا على نمو الفلية ما نفطر ما نتاك ما ناكلش معاكم مريضة؟ فاش مريضة؟ وراني مشيت فارماسي مع سبع الدكتورة هذيك اللي في الفارماسي ورا قالت لي راني طالع لي السكر وهابط لي الطونسيون شداني المعدة كيف والو جميعا كيف والو هذا ما تولي لاباس كولي كولي الزيتون كولي شوفي راه الطونسيون اللي كيكون هابط تفي لي الزيتون كحال راه تيدي قادو مزيان سمعتي السكر شويه شويه نقص شويه من الماكله ديري الريجيم راه انت ما كديرش ريجيم مزيان ديري الريجيم يا جماعه ولي على ناكل الزيتون كحل ورا قالت لي خاصني الدواء والحيت ما كنت تش ما كاد ولا وقالت لي كابوش راه خاصني الدواء راه خاصني نمشي نشري الدواء ديال الطونسيون مزغوط مزغوط هاد المادي هذا كيصيفط لي هاد الفيديو هذا والله يدا مزغوط سمعت ما لقيتي تسمع ما لقيتي تهضر واش غنقول لك وكلت فيك الله وكلت فيك الله شوفوا جماعه وانا غادي نمشي غادي نمشي ندير عندي واحد الغرض نقلي انا صاحبي القهوه ايوا صافي المهم ايوا راه بحال والو يجي معايا واش درينا شي مسمنات وعمرنا شي بلي ديالتي صافي لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.